بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا ورمضان كريم عليكم. هاي المطارات تجيك الجهة الخلفية قريبة عليك، إذا تلاحظ قريبة كلش، بين الجهة الأمامية اللي هي مكان اللف من تطلع الأسلاك، هاي تكون بعيدة عليك. لاحظ أصبعي كله تقريبا دخل ناية، بينما هذا شوفه نص المسافة. فطريقة اللف من ناية من الأمام يعني من جهة الأسلاك راح تكون معقدة عليك، لأنه بعيدة إيدك صعبة توصل. فللسهولة تلفها بالعكس هالشكل، لاحظ تلفها بالعكس وتسحب البداية. طبعا ألف لف متواصل، سحبت البداية، لاحظ شلون سحبتها، طلعت البداية صارت من الجهة الثانية، البداية صارت من الجهة الأصلية اللي يطلع بها الأسلاك من ناية باوع. هاي طلعتها من ناية، أوكي. فإذا راح ألف أنا بكل سهولة من هالجهة، زين. طبعا هذا طول المجرى ماله 3.5، القطر 4.6، الأعداد مالته تقريبا 120. المجاري إذا شوفوها كل ضيقة، فأكو ناس يقول لك شلون يدخل السلك بالمجرى. هسه أنا اللف كله راح يكون الخروج من الجهة الثانية، لف متواصل، ومن أكمل الأربعة اللخ راح أقلبها بالعكس، والنهاية راح تطلع منها علي هاي الجهة. أيضا شو أسوي، أسحبها، فراح يطلع لي البدايات يكون من الجهة الثانية من جهة خروج الأسلاك. هسه راح ألف قدامكم خانة واحدة، طبعا هذا اللف مالته قيس 27، 4 دوزيم يعني 0.40، العدد مالته 120. راح أقعد خانة قدامكم حتى يصير فيديو طويل. لاحظ أنا لفيت بالقالب، هسه راح أحط إصبع زيادة فوقها، لا تشوفوها. لاحظ أوخر القالب حتى ليس عندي قصر. طريقة التوزيع إذا تشوفوها مسويها على شكل سلايد. هسا أنا حسبت 20، فأنا أحسب 20 20، صار أنا 40، طيت 10 صارت 50. هسا الخمسين لغيتها، راح أجر 50 لغ. لاحظ وين أسقط الأسلاك، أسقط من البداية ويسحب لي قاد. هسا راح ألف الخمسين ثانية، كملت 100 هسه، صارت 120. إذا تشوفها هسه هواية بالنسبة لك. طريقة التنزيل، لاحظ أنا فرشتها، فرشت الخانة واضحة يمكن عندكم، أفرشها الخانة هالشكل ده تشوف صارت على شكل سلايد. أجي أنزلها من البداية، لاحظ أتلقاها بالإصبع الثاني. طبعا هو هذا شوية بصراحة اللف ماله معقد، اودي واجيب بالخانه الى ان تنزل بالمجرى. من تنزل بالمجرى شو اسوي؟ ادوسها لجوا، اجيب القالب مالتي الغطاء العفو، اغلفها، ما اخلي اي سلك طالع لي برا. يعني هو هذا شويه نحس بصراحه، شو اسوي، الاعداد تحكم، لازم اذا ما تلف هالاعداد. لاحظ دا اسوي انا، دا اعدل السيم جوا واخذ النص الجواني، النص الجو اخذته، نص الخانه يعني، اجي اقعد نص الخانه او حتى لو اقل من نص. هاي خلصت، اجيب الجزء اللاف، سويت ثاني باعتبار 3 اجزاء. هنا ما جزء واضحه وما انصح لكم بالفيديو، على كل الان دا اصور مفردي يعني ماكو حد وياي. جينا الصبح ساعه تقريبا 8:30، لاحظ شلون ادخل السيم، اسحب الخانه وادفع وياها العازل، اسحب الخانه وادفعها هي والعازل اللي غطى العفو اللي فوق. لاحظ دخلت بسهوله، هذه هاي 120 عدل، اجي اعدل القالب وهكذا. لاحظت شلون دخلت بكل سهوله. فهاي الطريقه حتى توضح عندكم، لازم امشي على الخشبه على شكل سلايد واجمع للنهايه، وبعدين من اريد انزلها افرش الخانه كلها وانزلها. طريقه التنزيل هواي يخطئون بها، ينزلوها عدل هالشكل، لا غلط، تنزل بزاويه هالشكل وتدفعها داخل المجرى وتسحبها على شكل سلايد، فبعدين تودي وتجيب شويه بالمجموعه الى ان تقعد. راح اقعد لكم الخانه الثالثه،
حتى اللي ما شافها راح اغير لكم زاويه التصوير هنيه. هنا غيرنا الزاويه حتى تشوفوها. لاحظ هنا اعطينا اصبع، هسه اصبعين، صارت اصبعين فوق القالب. واضحة على شكل سلايد، هاي 50. هاي 100 صار عندنا. لاحظ كملت، إذا تشوفها هسه صاير على شكل سلايد. هاي إذا تشوفون حتى المكاين الأجنبية من يلفون ما يخلوها متكومة، يخلوها هاي الشكل سلايد. شوفها هاي طريقة التنزيل راح تكون كل سهلة. راح اجيبها هنايا افرشها هنا بصبعي واكبسها هنا بالداخل حتى شوفوها شوية اودي واجيب قاعدة الخانة بسهولة. اقلب الماطور هالشكل، دائما المجموعة اللي تريد تقعد بها السلك تكون لي جوا. لاحظ شلون دا اودي واجيب بالسلك وياها دفعة صغيرة قعدت بكل سهولة. لاحظ لحد الان الخروج من الجهة البعيدة علي. راح اكمل لكم اياها واطلع لكم الخانة الاخيرة شلون اسحب السلك مالته. ناجينا على الخانة الأخيرة، المجموعة الأخيرة أيضا قاعدها. لاحظ الأول أربعة كانت البداية من هناك، النهاية من هناك من الجهة الثانية البعيدة يعني. هذا تلاحظ شلون أدخل السيم، هسه الخروج صار علي. يجوز تلقون صعوبة بالبداية لكنه بالتدريج راح يصير عندكم الشغلة بسيطة إن شاء الله. صارت تقريبا 9 إلا ثلث هسه. كملنا ملفات الرنينج. لاحظ هاي الفقرة اللي نوهت عليها، راح أقص السلك، أقصه وأسحبه. لاحظ أخلي إيدي من الجهة الثانية أسحب السيم، ياها طلعت، هاي طلعت لي باحة. اسحبها، اثبت السيم، اسحبها. بهالحاله صار عندي الملف كامل، لفيته بسهوله من هنايا وطلعن الاسلاك من هاي الجهه. لاحظ هذا جيت 27 عدد 120 زين عيني، فطلعت الوصلات من هنايا. هاي طريقه سهله، احسن ما تخليها من هنايا وتصير عليك العمليه معقده. نكمل وياكم. كبل ان شاء الله الماطور الساعه 9:55 تقريبا، طول نص ساعه، اقل من نص ساعه. اللي اريد اقوله بهذا الفيديو لاشخاص اللي ما فهموا شنو اللي اقصد به، اول شيء هذا مجاريه ضيقه، طريقه التعامل لازم تكون تعامل خاص. من تلف على البكره لفها على شكل سلايد، يعني سلايد يجي من هنا يروح لي غاد، يجي من هنا يروح لي غاد، هالشكل. لا تخليه يتكوم ناس فوق ناس، يعني سلك فوق سلك زين عيني. طريقة بأنه لا تلف من الجهة العميقة، هذا شوفوها عميقة بينما هاي الجهة منا قريبة، فأنا ألف من القريبة وأسحب الوايرات وين على الجهة الثانية، وبالحالة يطلع عن الأسلاك من هاي. الطريقة شوية صعبة متعبة، هيك نوع من الماطورات، ماطورات تجارية متقصدين هاي المشاكل يسووها. فاللي أريد أقوله هي راد لها أسرار وعزيمة وتحدي ويا الذات حتى تقدر تشتغل بصورة صحيحة. تحياتي لكم وشكرا لكم.